الحمد لله الذي بحمده تتحقق المقاصد والغايات، وبفضله تفعل الأدلة والأحكام، فجعل من اجتهاد المجتهدين تمثلا لنصوص القرآن وتفعيلا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله حمدا يجمع بين منطوق المعاني ومفهوم الكلام، حمدا يستوفي العموم والخصوص والبيان. وأصلي وأسلم على النبي العدنان الذي كان بسنته مصدرا للتشريع والأحكام، اللهم فصل عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل اللهم الحزن سهلا. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم في أعلى عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. وأنا سعيد بينكم في هذا المجلس الطيب المبارك، وفي حضرة علمائنا ومشائخنا، وفي حضرة أهل القرآن الذين قال فيهم النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: أهل القرآن أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فنسبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلي الأعلى، فأولئك هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما جاء في الأثر وفي الحديث النبوي الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأنتم محظوظون في هذه المدينة العابرة بأهلها، وفي هذه المنارة التي تشع بكلام الله تلاوة وتدبرا وترتيلا وفهما وعملا وتنزيلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فمثل هذه المجالس تغبطكم فيها ملائكة الرحمن، ولو عدنا بالزمن إلى أمد بعيد ونظرنا في التاريخ وتقلبنا صفحات التاريخ. إذا إن شاء الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولو عدنا فنظرنا في حقبات معينة من تاريخنا لرأينا كيف سهر أناس وشقوا البحار وتحملوا أعباء الصحاري وتحملوا أعباء السفر ومشاق السفر من أجل حضور مجالس العلم والجلوس أمام العلماء. ونحن الآن في مجلس علم وفي مجلس قرآن ترتل فيه الآيات وتفسر وتفعل ويتمثل النص القرآني بجميع أبعاده الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية والتربوية، ونحن نتبحر ونتجول في معان ودلالات تعجز عقولنا وأذهاننا في أن تظفر بتحقيق مناطها وبلوغ مرادها. وهكذا يظل العقل المسلم يبحث في كتاب الله عز وجل. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق الله عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. أولئك الذين وصفهم القرآن بأبشع النعوت، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إن الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، آيات عديدة ومواضع كثيرة، شأنهم كشأن الرجل الذي مر عليه سيدنا علي بن أبي طالب وهو يفسر للناس القرآن، ولكن لم يكن من أهل القرآن. وأهل القرآن هم درجات، ولهم في فهم القرآن ضروب كثيرة بعضهم من بعض. أهل القرآن من تمثل القرآن حفظا وتبرك بتلاوة القرآن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ومنهم من تمثل القرآن في أبعاد أخرى، تمثل سياسي، تمثل اقتصادي، تمثل اجتماعي، تمثل تربوي، تمثل ثقافي، تمثل علمي. كان قرآنا يمشي على الأرض، كان قرآنا يتهادى به الناس، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. علاقة المسلم ينبغي أن تكون علاقة وطيدة بكتاب الله، يقبل على نهاره بكتاب الله ويخرج من النهار ويستقبل الليل ويستقبل الفجر يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. تغبطكم الملائكة ويغبطكم النبيين ويغبطكم الصديقين ويغبطكم الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. على هذه المنزلة التي مهما ظفرنا ببعد من أبعادها، إلا أن الفطر السليمة والعقول النقية والقلوب الزكية والنفوس المطمئنة تظل متعطشة إلى تمثل هذا النص القرآني الذي كنا محتاجين إلى من يتمثله. النص القرآني لم يكن كافيا حتى يحقق أبعاده ويتمثل مقاصده بمختلف ضروبها ومدركاتها وأنواعها،
فكان لابد لهذا الكتاب النظري من ممن يتمثل هذا الكتاب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن قلنا نراه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتصرف بكونه إماما، ويتصرف بكونه قاضيا، ويتصرف بكونه معلما، ويتصرف بكونه محاربا، ويتصرف فيه بتمثلاته البشرية كما أشار علماؤنا أمثال القرافي والعز بن عبد السلام والغزالي في مظان كتب القواعد وكتب المقاصد. وكان لابد بعد هذا الرسول الذي علم أنه لا محال أنه ملاق ربه، وأنه في يوم من الأيام سيفضي إلى العلي الأعلى كما خلا من قبله أنبياء ومرسلين وصالحون وغيرهم، إنك ميت، إنك ميت، هكذا أخبره الله عز وجل ومهد لذلك في غزوة أحد، فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله. فلما علم أنه ميت وأنه سيفضي إلى الله عز وجل أعد من يتحمل عنه خلافة أعباء هذه الدعوة الإسلامية أولئك الرعيل الأول الذين قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهكذا ظلت هذا الاستخلاف الذي له نظريته بين الوحي والعقل تتحمله أجيال بعد أجيال، ولعل من هذه الأجيال شيخنا وشيخكم في هذا المسجد الذي يتمثل هذا البعد القرآني وهذا الاتصال النبوي بسنته إلى الرسول الأكرم وإلى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ليسلم الراية إلى غيره، ويظل هذا الكتاب يحفظه الكائن الإنساني. ولذلك كان مقصد هذا الحفظ هو من المقاصد العالية التي تشوف إليها النص القرآني وتطلع إليها التمثل النبوي. وقل رب زدني علما. وأنتم ونحن منذ قليل نستمع إلى هذه الآيات المباركة من سورة عظيمة نتبرك بها كل أسبوع، نتلوها بنية التعبد وبنية التقرب، ونتفيأ من ظلالها ونتدبر معانيها ونستمد من درارها وأحكامها. وها هي الآن تحدثنا عن قيمة العلم وعن مكانة العلم، وأن الإنسان مهما علم إلا أنه تغيب عنه أشياء كثيرة وكثيرة، وأن المؤمن لا يمكن أن يقي نفسه من فتن الدنيا الظاهرة والباطنة ويعصم نفسه ويتمثل هذه المقاصد التي تتلونها في كتاب الله إلا بشيخ. وهذا الشيخ كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين قال هو الذي يوقع عن الله عز وجل، يبلغ عن الله، يشرح ما استشكل على عامة الناس، ويصلهم بعلمه وبسنده إلى الرسول الأكرم وإلى النبي الأعظم حتى تكون لهم صلة وطيدة لا يمكن توفرها إلا إذا انتفت موانعها وتحققت أسبابها. ومن تحقق أسبابها
هو الالتحاق بمثل هذه المجالس التي نحقق بها مناط دنيانا في ابتغاء آخرتنا الموعودة وتحصيل نصيب دنيانا المشهودة. وها هو هذا النبي الكريم الذي هو كريم من الرحمن ونبي من أنبياء الله يتوجه إلى رجل رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، إلى رجل وصفه الله سبحانه وتعالى وأخبر عنه وإن كان لم يسمه القرآن الكريم، وبعض التفسير وبعض الناس يغوصون في ظواهر النصوص ولا يلتفتون إلى ما وراء هذه الظواهر من مقاصد ومعالم، فيقعون ويغرقون في ظواهر الألفاظ بمعزل عما وراء هذه القصص والأخبار من معان مركوزة أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون واقعا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا وتربويا وعلميا. هذا النبي الكريم الذي يتوجه إلى عبد علمه الله، قال وعلمناه من لدنا علما، والعلم علمان، في علم مكتسب يكتسب من الكتب ويكتسب من الدواوين ومن البحث ومن التقصي ومن التحقيق، ولكن يظل المؤمن يناشد ما وراء هذا الظواهر من ذلك العلم الموهوب الذي يهبه الله عز وجل إلا لمن طهر قلبه وزكى نفسه. علم موهوب يهبه الله عز وجل، وهذا العلم الموهوب لا يكتمل، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، إلا من خلال فقه الشريعة والإحاطة بمدركاتها وعلومها، شريعة وحقيقة. ولعل ذلك سيدي أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى الرجل الصالح بعد أن تخرج من الجامع الأعظم وحمل شهادة الإجازة في العلوم الشرعية وهو فقيه رحمه الله تعالى، ذهب يبحث على شيخ حتى يربي نفسه ويزكو قلبه ويتطلع إلى الآخرة ويحقق مقصد هذا العلم، وذهب يبحث في أرجاء البلدان وفي أرجاء الدول، ولم يكن الأمر متسنن كما أنتم الآن، معنى فضيلة الشيخ والمجلس مهيئ والوسائل حديثة وإجبارك، ورب إن شاء الله ينفعنا بما علمنا ويعلمنا إن شاء الله ما جهلنا. لنصل إحنا البلدان في بلدان الشام، فقال له الشيخ اللي تبحث عليه راه موجود هنا مجوركم في المغرب. فرجع سيد أبو الحسن الشاذلي للشيخ، تخلى على الشيخ سيد أبو الحسن الشاذلي، تعلموا هنا كيف لما ندخل على العلماء وندخل على المشائخ، ومهما كان الإنسان عنده علم أو ما عندوش يدخل دائما بنية، وما أوتيت من العلم إلا إذا قال إنسان راني علمت لقد جهل. فتخلى على الشيخ وغزر الشيخ السيد أبو الحسن الشيخ اللي قال له امشي الطهر، امشي الطهر. سيد أبو الحسن الشيخ وقت عالم في الشريعة قال هو صحيح، نقلنا في الفقه أنه من المواطن التي يندب لها الوضوء الدخول على العلماء وعلى الصالحين، أي نمشي نتوضأ نعود نرجع. مشى توضأ ورجع دخل وغزر له الشيخ قال له امشي مشي الطهر. قال سيد أبو الحسن الشاذلي لعل الشيخ ما يحبش طهارة صغرى، أي نمشي ونعمل طهارة كبرى احنا. رجع مشى عمل طهارة كبرى وعاود دخل على الشيخ وغزر له الشيخ قال له امشي طهر. أي سيدي قال شو هذا؟ طهارة صغرى عملناها والطهارة الكبرى عملناها وقل امشي طهر. نظر إلى ظهر،
قال يا سيدي نمشي نعمل فقيه رجل قال نمشي نعمل طهارة كبرى وصغرى على المذاهب الأربعة. قال لعل يحب هاشي على مذهب آخر أنا عملت قال رجع مشى عمل الطهارة الكبرى والصغرى ورجع دخل قال له الشيخ امشي الطهارة. صور سيدي أبو الحسن قال هذه لاهي بتاع فقه لاهي بتاع طهارة صغرى ولاهي بتاع طهارة. قال له تطهرت من علمي وعملي. الشيخ لما تخلى عليه سيدي أبو الحسن تخلى السكتاف هو عالم تخلى بالكاس مليان اللي يمشي يصبوه شو مش يوقع يا فيلي. وحديثنا القياس ولذلك هو شفناها في سورة سيدنا موسى مع الخضر عليه السلام. وهذا لا ينفي مكانة موسى كما قال علماء التفسير وعلماء الشريعة فهو نبي وهو رسول إن في قصصهم لعبر. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.